يا دكتور شكر، ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا استاذ محمود. احنا كنا بنقطع في فروه معاليك دلوقتي، بنقول ان انت معطل الصادرات بتاعتنا. المعمل المركزي للمبيدات احد المعاقل العلميه المحترمه واحد صمامات الامان الجباره في هذا البلد، وببارك له. عملت فيه حلقه وباركت لكم قبل كده على الوحده الجديده اللي انتم اضفتوها في تحليل متبقيات المبيدات، وبالتالي زمن الشهاده قل جدا، وطابور المصدرين في انتظار شهادات التحليل الحمد لله ما عادش فيه طابور. يعني كلمنا عن زياره الوفد السعودي لكم، وكلمنا عن المنظومه بتاعتكم وتحديثها، وده اللي انعكس ايجابا على الصادرات المصريه. بالتاكيد. الو، معاك يا فندم. ايوه استاذ محمود، معاك يا دكتور شكر. ايوه، بالنسبه للوفد السعودي. الو، سامعينك، اتفضل حضرتك على الهواء. اتفضل. بالنسبه للوفد السعودي، هو في شركات حاليا بتعمل المطابقه للسعوديه. الشركات دي في لما جالهم الوفد السعودي يدقق عليهم، فطلب منهم ان هو يعمل زياره للمعمل، يشوف العينه بتتسلم ازاي، واجراءات تسليم العينه، وازاي بتمشي في عمليه التحليل ده. نعم. بالنسبه للوفد السعودي، الزياره اللي تمت يعني، لكن اطمئن يعني على ان المعامل بتاعتنا. اطمئن، احنا اولا بنصدر الشهاده في خلال 24 ساعه لكل الصادرات اللي رايحه السعوديه عن طريق الشركات اللي هي قايمه بالمطابقه بالنسبه لهم. نعم. يعني ما فيش تاخير، وهم كانوا بس عاوزين يطمنوا على اجراءات دخول العينه للمعمل، وازاي بتتكون داخل المعمل، وازاي بتمشي في اجراءات التحليل لغايه النتيجه ما تطلع ويستلموا الشهاده. الكباسه او السعه التنفيذيه لوحده المعمل عندك يا دكتور وصلت لكم عينه في اليوم؟ والله احنا نقدر نستقبل حاليا في حدود 500 عينه بالنسبه لمتبقيات المبيدات، لان احنا عندنا عدد كافي من الاجهزه. يعني احنا عندنا حوالي 9 ال سي ام اس ام اس، وزيهم جي سي ام اس ام اس، فعندنا الطاقه بتاعه المعمل تعتبر طاقه عاليه جدا. الجهاز الواحد بيطلع له يمكن فوق ال 50 عينه في اليوم. وعندي معلومات ان الاجهزه بتاعتكم كمان واصله من الحداثه لاعلى من الموجود عندنا في معملنا كمان الاساسي. بحكم ان احنا لسه يعني بادئين بقالنا سنتين، او التجهيزات بقالها سنتين، فالاجهزه كلها تعتبر اجهزه حديثه، يعني هي احدث اجهزه في مجال متبقيات المبيدات على مستوى العالم. احنا شاريين احدث اجهزه بالنسبه لاجهزه التحليل. طيب دوركم يا دكتور شكر بقى في مراقبه المبيدات في السوق. بالنسبه لمتبقيات المبيدات ولا المبيدات؟ لا، بالنسبه للمبيدات المحظوره او المغشوشه، دوركم انتوا ايه كمعمل؟ والله دور المعمل المركزي معروف، اللي هي الرقابه على المبيدات. عندنا مفتشين او مسؤولين الرقابه على المبيدات بينزلوا يتابعوا المحلات بيع المبيدات، وبيتابعوا المخازن بتاعه المبيدات اللي هي اساسا المفروض مرخص لها ومسموح لها بتخزين المبيدات. بالاضافه ان لو جه اي بلاغات او اخطارات بوجود مخازن مش مرخص لها او محلات مش مرخص لها، على الفور على طول بينسقوا مع شرطه البيع والمسطحات، وبينزلوا يشوفوا المخالفات، سواء في ان كان المحل مرخص له او المخزن مرخص له او مش مرخص له، او حتى المحلات او المخازن المرخص لها لو فيها اي مخالفه بيحرر بها محضر وبيروح للنيابه مباشره. يعني أنا أشكر حضرتك يا دكتور شكر، شكرا جزيلا، الله يبارك في حضرتك، شكرا جزيلا.